وأيضا هنا شيء متفق عليه بين البشر أن موجبات حب أي إنسان ثلاثة أشياء. فكر في مخيلاتك وحاول أن تستعرض أسماء تجد في قلبك حبا لها أيا كان هذا الإنسان. لن يحب إنسان إنسانا إلا لواحد من أسباب ثلاثة: إما لجمال صورته وحسن مظهره فيقع حبه في القلب، وهذا غالب حب البشر. والسبب الثاني جمال الأخلاق وحسن الصفات، فإن هذا أيضا يجبرك على أن تحب إنسانا ولو كان دميم الخلقة، لكن لجمال أخلاقه فيأسرك بأخلاقه فتكون محبا له. أما السبب الثالث الذي يجعلك تحب إنسانا ما هو إحسانه إليك. قد لا يكون صاحب أخلاق ولا يكون ذا منظر حسن، لكنه أسدى إليك معروفا وفرج عنك كربة ووقف بجوارك في أزمة وأحسن إليك إحسانا ما تنساه أبدا، تجد نفسك أيضا مدفوعا لأن تحبه. إذن ثلاثة أسباب يحب البشر من أجلها البشر: جمال الصورة، جمال الأخلاق، والإحسان إليه. ألا ترون الآن أن ثلاثتها اجتمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في أكمل مراتبها، فاستحق أكمل الحب عليه الصلاة والسلام. إن جئت إلى المنظر والهيئة فقد كان أجمل البشر، إن جئت للأخلاق فقد شهد له رب البشر وإنك لعلى خلق عظيم، وإن جئت إلى الإحسان فمن أعظم إحسانا من من أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنة، فذاك إحسان لا يقارن بإحسان في الحياة أبدا.